السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بلندر نوشط سعد ويدو كل الشر. سنتكلم عن الموضوع عن عمل هذه الصورة ووضع الخامات كما تشاهدون في هذه الصورة وجلب الخامات من موقع زيبروش كما تشاهدون. سأضع جميع الروابط. سنذهب لنختار كما تشاهدون الماتريال الذي نريد. مثلا هذا الماتريال ثم اختارنا المشهد نضغط إلى هذه الإضافة يمكن إيجادها في فايرفوكس تقريبا اسمها كوب. نختار نقوم بالقطع كما تشاهدون كوب سيف. عندي مشكلة في سيف لأن أنا أعمل أوبلود بما أعلن عن هذه المشكلة. هناك طريقة أخرى أسهل منها من الأكسسوار. تكتب عندي برنامج يأخذ يعمل الصور. كما تشاهدون انتهينا من رندر وهذه النتيجة النهائية. وسأضع روابط لمجموعة من التكستر التي عندي في العرض وكما رأيتم الطريقة. وفي الأخير سنحل المشكلة بالألكسندر. أولا سنذهب إلى موقع جرافيكال لنقوم بتحميل آخر نسخة لإلكسندر. نختار النظام المشغل. اخترت ويندوز مثلاً. بعد ذلك نختار بلندر 2.56 زائد كونتريبيوتر إكسترنال أدون. نضغط على وبعد ذلك نقوم بتحميل داون بيلد لنتأكد أن النسخة في إلكسندر صفحة على الفيسبوك اسمها بلندر نوكشوت وجروب كذلك اسمها بلندر نوكشوت. ايضا نذهب الى الكسندر بعد اضافة مجسمات وعمل اعدادات. نذهب الى يوزر بروفايلز. نذهب الى ادم. بعد ذلك نقوم بتغيير النظام. بعد ذلك نذهب نختار اختار لكسن نقوم بإعدادات. وفي الأخير نختار ملف مسار ملف لكسن. هذا هو الديسكتوب.
إذا ذبنا للبرنامج عملية التكريك بسيطة.